النهاردة فلكيا نهاية الصيف وبداية الخريف، يا رب يعيدوا عليكم جميعا بالخير وبالبركة وبالصحة والعافية. نعرف بقى ايه الامور اللي بتتم في هذا الطقس، خصوصا بنتكلم نهاية الارصاد الجوية اعلنت عن تفاصيل حالة الطقس لمدة الست ايام اللي جاية او الاسبوع اللي جاي. من اول بكرة هيبقى في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ومتوقع سقوط امطار على اماكن متفرقة وخصوصا السواحل الشمالية، حرارة على القاهرة والوجه البحري إلى حد ما، وطبعا هيبقى في انخفاض في درجة الحرارة مساء. برحب بضيفنا عبر سكايب دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، وأيضا برحب بضيفنا عبر الهاتف دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكية. دكتور أحمد، دكتور أشرف، أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور أحمد. دكتور أحمد، قول لنا بقى، يعني النهاردة أول يوم في الخريف وانخفاض في درجات الحراره، واضح كده ان في تقلبات جويه خلال الخريف لغايه شهر 12 كده دكتور. يعني كل سنه وحضراتكم طيبين وكل المصريين بخير. بمناسبه بدايه فصل الخريف اللي انا بعتبره من اجمل فصول السنه في مصر، وان كان بتنتابه بعض حالات عدم الاستقرار المتمثله في الأمطار اللي تبقى شديدة في بعض الأوقات اللي تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية أو المحاطة بالجبال زي جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. إحنا الخريف بادئ معانا بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وأيضا فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، يعني أقصد بها طبعا مرسى مطروح، السلوم، تصل أيضا إلى الإسكندرية. وإن كانت يوم الجمعة بعد ظهر ممكن تبقى توصل خفيفة إلى الوجه البحري والقاهرة. يوم الجمعة متوقع سقوط أمطار، قد يعني تسقط أمطار خفيفة المتوسطة على القاهرة وبحري إن شاء الله. تمام.